إيصال 20 طنا من الأسماك. وزير الداخلية يبحث تفعيل بروتوكولات التدريب ورفع القدرات مع السفير التركي. أهلا بكم. اطلع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد مالك عقار إير اطلع على مجمل الأوضاع الإنسانية في معسكرات اللجوء والنزوح بولاية النيل الأزرق. وأمن عقار لدى لقائه وزيرة الرعاية الاجتماعية بولاية النيل الأزرق إشراق أحمد خميس بحضور قسم عبد الكريم نائب مدير عام الوزارة، أمن على ضرورة معالجة أوضاع النازحين قبل موسم الأمطار، متعهدا بتذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه عمل الوزارة. وتطرق الاجتماع للأولويات والضروريات الإنسانية لمجابهة فصل الخريف فيما يلي توفير الغذاء والدواء ومراكز الإيواء. من جانبها استعرضت إشراقة جهود الوزارة وخطتها في التعامل مع الأوضاع الإنسانية والصحية بالولاية، مشيرة إلى انسياب العمل والاستجابة للحوجة الإنسانية وفق الخطة والتنسيق المشترك مع مفوضية العون الإنساني والوزارات المختصة والمنظمات العاملة في المجالات الإنسانية، فضلا عن المبادرات الشبابية بمحليات الولاية. توجه نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار إير إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام للمشاركة في فعاليات الدورة 27 للمنتدى الاقتصادي الدولي بسان بطرسبورغ. يرافقه خلال الزيارة وزراء الخارجية، المالية والمعادن. وكان في وداعه بمطار بورسودان الدولي الأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف. وسيجري عقار خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطورات الحرب الدائرة وتأثيرها على المحيط الإقليمي والدولي. أكد الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف أكد اهتمام الدولة بالتعليم العالي بوصفه ركيزة التنمية والنماء والتطور، مشيرا للدور الرائد لمؤسساته في النهضة التنموية المستدامة بالبلاد. جاء ذلك لدى لقائه بروفيسور محمد حسن دهب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى أن اللقاء يجيء في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لاستمرار العملية التعليمية بالبلاد. وأعرب عن أمله في أن تخرج مؤسسات التعليم العالي برؤى وأفكار لما بعد الحرب تعزز بها التنمية والتطور والنهوض بالسودان. من جانبه كشف بروفيسور محمد حسن دهب عن اتجاه وزارته لرسم خارطة طريق مستقبلية لعمل مؤسسات التعليم العالي في الفترة الحالية وما بعد الحرب من خلال ورشة علمية تعقد في الفترة القادمة، مؤكدا الاهتمام بكافة قضايا العاملين والطلاب، وجدد الحرص على تطوير واستقرار العملية التعليمية في البلاد. التقى اللواء شرطة معاش خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف. التقى السفير إسماعيل جوبان أولو سفير جمهورية تركيا بحضور اللواء شرطة أحمد أبكر الدقو مدير الإدارة العامة للتعاون الدولي واللواء شرطة محمد المعتصم عكاشة مدير المكتب التنفيذي للوزارة. وناقش اللقاء أهمية التعاون والتنسيق لرفع قدرات منسوبي الشرطة السودانية في كافة مجالات العمل الشرطي بجانب تفعيل بروتوكولات التعاون بين الجانبين في مجالات الدفاع المدني والجمارك، إضافة إلى التعاون الأمني بتنفيذ البرامج التفصيلية المتفق عليها بين الجانبين. وفي ذات السياق أشاد اللواء معاش خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف أشاد بالجهود الكبيرة التي ظلت تطلع بها قوات الدفاع المدني منذ بداية الحرب ضد ميليشيا الدقلو الإرهابية ووقوفهم مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى. جاء ذلك لدى زيارته لرئاسة قوات الدفاع المدني بحضور الفريق شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة والفريق شرطة دكتور عثمان عطا مدير عام قوات الدفاع المدني. وأشار وزير الداخلية إلى أن قوات الدفاع المدني ظلت تقوم بواجبات ومهام متعددة في خدمة المجتمع، خاصة في إدارة الأزمات
وحوادث الإخلاء وإطفاء الحرائق، إضافة لأدوارها الكبيرة في تأمين مؤسسات الدولة السيادية بالاستجابة السريعة لأعمال الطوارئ، مضيفا أن وزارة الداخلية لديها أدوار كبيرة بعد الحرب لإزالة أثار الحرب بجمع الجثث وفحص مصادر المياه وتحقيم المستشفيات وسلامة المباني، وما تقوم بها من خلال الأعمال الكبيرة التي تقوم بها قوات الدفاع المدني في محليات كراري وأم درمان. وقفنا على أحوال وعلى أداء القوات ومشاركاتها في حقب مختلفة، ولا سيما في بداية هذه الحرب اللعينة، حيث كان يعني يمكن لهم الفضل في الصمود و يعني إعانة القوات المسلحة في إطفاء الحرائق في الأيام الأولى في القيادة العامة في ولاية الخرطوم، ومد المواطنين بمياه الشرب قبل أن تستفحل الحرب، وتواصلت يمكن يعني إنجازات ومساهمات الدفاع المدني في كل الولايات الآمنة، وحاليا هم في مقدمة الجهات التي تساعد وتشجع على العودة الطوعية إلى أم درمان وكرري ومحلية أم درمان القديمة للتعقيم وتطهير المواقع، مواقع العمل ومواقع السكن تمهيدا لعودة المواطنين. وهذه القوات هي واحدة من القوات الأزرع المهمة جدا للتعامل مع إذا آلات مخلفات بعد الحرب وإزالتها من خلال مساهمتهم في جمع الجثث والتخلص منها والتعقيم والتطهير، وأيضا فحص المباني والمنشآت والتأكد من سلامتها، فحص المياه وكل المطلوبات بتأمن حياة المواطنين إن شاء الله. بتنسيق محكم بين القوات المسلحة السودانية ووزارة الصحة الاتحادية وحكومة ولاية شمال دارفور، تم إيصال 20 طن من الأدوية المنقذة للحياة عبر الإسقاط الجوي لولاية شمال دارفور. وأوضح وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم أن الشحنة تم تسليمها لوزارة الصحة بولاية شمال دارفور، كاشفا عن ترتيبات لإيصال 30 طن من الأدوية والمستهلكات الطبية التي تشمل أدوية الملاريا، الدرن والإيدز، بالإضافة إلى أدوية السرطان ومستهلكات غسيل وزراعة الكلى. وثمن الوزير المجهودات التي يبذلها الصندوق القومي للإمدادات الطبية من أجل إيصال الإمداد الدوائي بكل الطرق برية، بحرية وجوية، مشيدا بتجربة إيصال الإمداد الدوائي عبر الإسقاط الجوي لولاية شمال دارفور التي تعتبر من التجارب والطرق المبتكرة للتوزيع التي تم اعتمادها مؤخرا في استراتيجية الإمدادات الطبية للعمل في أوقات الكوارث والحروب من أجل إيصال الإمداد الدوائي لكل ولايات السودان. غادر البلاد الفوج الأول من الحجاج السودانيين جوا إلى الأراضي المقدسة لأداء شعيرة الحج هذا العام، واطمأن وكيل وزارة الصحة الاتحادية المفوض دكتور عصمت مصطفى على الترتيبات الصحية وجاهزية مغادرة الفوج الأول عبر مطار بور السودان الدولي والتأمين على تسيير الإجراءات. وأكد رئيس البعثة الصحية دكتور خليل محمد إبراهيم اكتمال كافة الاستعدادات بكل من مطار بور السودان الدولي وميناء الأمير عثمان دقنة للتأمين على سلامة الإجراءات الصحية، مشيرا إلى أن الترتيبات الصحية بالأراضي المقدسة تجري بصورة طيبة وفق موجهات السلطات السعودية والسودانية. التقى والي ولاية البحر الأحمر المكلف اللواء ركن معاش مصطفى محمد نور محمود، التقى وفد السفارة القطرية لدى السودان برئاسة السفير محمد إبراهيم السادة، وبحضور طاقم السفارة القطرية ومدير الهلال الأحمر القطري ومكتب جمعية قطر الخيرية والجهاد ذات الصلة. واستعرض اللقاء مجمل التحديات والمعوقات التي تواجه مشكلة المياه بالولاية والفرص المتاحة لإيجاد حلول إسعافية لمشكلة مياه الولاية. ووعد سفير دولة قطر التزام بلاده لتقديم كافة المعالجات والتدخلات في مجال محطات تحلية المياه ومجال الآبار والتدخلات في مياه الريف بالولاية. مشكلة المياه في بور السودان، وهي مبادرة من سعادة السفير دولة قطر بالسودان،
استمعنا إلى تنوير كامل كبير من باشمهندس ناجي بولاية البحر الأحمر. عملية الاستعراض كانت لحل مشكلة المياه في كل ولاية البحر الأحمر وليست بورسودان فقط. تطرقنا إلى سد أربعات، إلى عدد من الآبار وعدد من محطات التحلية. هذه الدراسة إن شاء الله سترفع إلى سعادة السفير دولة قطر لرفع إلى دولة قطر، وهو مشروع إن شاء الله بيحاول إن شاء الله يرى النور في الفترة الحالية لإيجاد الحل الإسعافي الناجع للمشكلة، وهي مشكلة تاريخية أصلا في منطقة الشرق أو منطقة بورسودان. نتمنى بهذا الاجتماع وهذا الاستعراض أن نصل إلى حلول مستدامة لحل مشكلة المياه بورسودان. التقى الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج بالإنابة دكتور عبد الرحمن سيد أحمد، التقى بسعادة السفير علي بن حسن جعفر سفير خادم الحرمين الشريفين بمقر السفارة السعودية في بورسودان. وأشاد دكتور سيد أحمد لجهود حكومة المملكة العربية السعودية في تقديم العون والمساعدات الإنسانية في ظل ما تمر به البلاد من ظرف استثنائي مما يساهم في تخفيف أثار الحرب، إضافة إلى المعالجات التي تمت للسودانيين الزائرين والمعتمرين والاستثناءات من تطبيق الضوابط الهجرية تفهما للظروف التي يمر بها السودان. وأبان سيد أحمد أن زيارة تأتي أيضا في إطار التعاون والتنسيق مع السفارة للتفاكر حول الإشكاليات التي تواجه الوجود السوداني بالمملكة، خاصة المتعلقة بحصولهم على تأشيرة الدخول العائلية والخاصة للمملكة والصعوبات التي تعترض المواطنين السودانيين، مؤكدا احترامه للنظم الداخلية التي تعمل بها المملكة للمقيمين والزوار. من جانبه أشار السفير إلى حرص المملكة على مراعاة ظروف المقيمين. تفقد اللواء صلاح أحمد إبراهيم مدير عام قوات الجمارك المكلف برفقة العميد حقوقي هشام محمد الحسن مدير الإدارة العامة لجمارك البحر الأحمر المكلف، وتلقى تنويرا عن سير الأداء والعقبات والمعوقات التي تعترض سير العمل. ووعد مدير عام الجمارك تذليل كافة العقبات وتسخير الإمكانيات لتحسين بيئة العمل، كما تم مناقشة القضايا التي من شأنها تجويد الأداء بالمطار، ووجه بتفصيل إجراءات المسافرين بجانب إحكام الرقابة الجمركية. عرض أحداث اليوم متواصل معكم من تلفزيون السودان. ترأس والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة اجتماع حكومة الولاية حول رؤية وزارة التربية والتعليم التي قدمها الدكتور قريب الله محمد أحمد في كيفية وإمكانية استئناف الدراسة بالمناطق الآمنة. وجاءت رؤية الوزارة شاملة لكل الجوانب التعليمية والفرص المتاحة والبدائل المطروحة من بينها التعليم الإلكتروني. وتطرقت الخطة للتحديات التي تواجه استئناف الدراسة، أبرزها الجوانب الأمنية واستغلال المدارس كمراكز لإيواء الوافدين وتأخر مرتبات المعلمين. وقرر الاجتماع التوجه نحو الترتيب لاستئناف الدراسة لطلاب الصف الثالث ثانوي بغرض مراجعة المقررات والإعداد لامتحانات الشهادة الثانوية المتوقعة المؤجلة من العام 2023. في سياق آخر، بدأت حكومة الولاية مناقشة خطة الإعمار وفقا للمقترحات الأولية التي قدمها للاجتماع منسق برنامج إعادة الإعمار سيف الدين مختار، بعد أن تعرضت مناطق واسعة من الولاية إلى استهداف وتخريب ممنهج لمرافق البنى التحتية والخدمات الأساسية بالولاية. دعا والي القضارف المكلف اللواء معاش محمد أحمد حسن دعا المتخرجين من المستنفرين بالوقوف مع القوات المسلحة دعما ومساندة لحماية البلاد وتطهيرها من دنس تمرد ميليشيا الدقلو الإرهابية. اليوم ازدانت سماء القضارف جمالا وروعة بتخريج كوكبة من الشباب والشابات الذين لبوا نداء الاستنفار للدفعة الثانية من الكتيبة الاستراتيجية للمشاركة في معركة الكرامة، ليأكدوا للقيادة العليا بأن شباب القضارف جاهزين
للدفاع عن الدين وللوطن. ونرسل تحية من هنا من استاد القضارف للخونة والماجورين عملاء السفارات بأن القضارف في الميدان. فجاء الاحتفال بهم بهيا، عبر العرب الأسر بزغاريد الفرح والدعوات بالنصر المبين لقواتنا المسلحة. المدير التنفيذي لبلدية القضارف يعقوب محمد العبيد قضى أن القضارف هي الكتيبة الاستراتيجية للغذاء ولحماية أرض السودان والدفاع عن الوطن. نحن قادرين حتى لو ما زرعنا السنة دي، قادرين لمدة سنتين نكفي السودان والدول الجوار. الكتيبة الاستراتيجية في الغذاء، الكتيبة الاستراتيجية لحماية السودان وأرض السودان، ما دارين نتكلم عنها، شايفين بيان بالعمل يا سيد الوالي. قائد الفرقة الثانية مشاه عميد ركن أبو عبيدة مصطفى هنأ المتخرجين من المستنفرين والمستنفرات، مؤكدا أن القضارفة محمية بأبنائها وبناتها، مشيرا لأن هذا المشهد يسر الأصدقاء ويغيظ الأعداء. منظر تخريجكم يسر، ورسالة للعدو، رسالة للعدو بأن ناس القضارف جاهزين لهم في أي لحظة، في أي لحظة من اللحظات ناس القضارف جاهزين. ونحب أن نطمن أهل القضارف، القضارف محمية إن شاء الله بأبناء وببناته. والقضارف المكلف لواء ركن معاش محمد أحمد حسن أكد أن هذا التخريج كشف عن مهارات عالية نالها المستنفرون من تدريب متقدم، داعيا للاستعداد والتحلي بالعزيمة والإصرار للثأر من أعداء الوطن الذين نهبوا وقتلوا وشردوا الأبرياء. وأنتم تعلموا بكل ما حدث في الخرطوم وفي مدني وفي نيالة وفي الجنينة وفي زالنجي، هذه الحرب حرب دنيئة وحرب غزرة وحرب مزلة إلى الإنسان. فلذلك أرجو أن نستعد جميعا للقتال، وأرجو أن يستعد كل غادر على حمل السلاح للتدريب والتأهيل. هكذا جاء تميز أصحاب الحاجات الخاصة من بين المتخرجين من المستنفرين ليقول للجميع نحن قادرون على حماية الوطن. عاطف بشير، تلفزيون السودان، ولاية القضارف. لدى لقائه والس النار توفيق محمد علي، تسلم العميد أمن عمر الطيب مهامه مديرا لجهاز المخابرات العامة بولاية سنارة. وأكد والس النار توفيق محمد علي أن جهاز المخابرات العامة يظل الفصيل المقاتل الأول للميليشيا جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة، وأشار إلى تسخير كل إمكانيات الولاية تحت تصرف الأجهزة الأمنية، فيما جدد العميد عمر الطيب دعم وإسناد حكومة الولاية فيما يتعلق بالملف الأمني والإنساني والاقتصادي والمجتمعي، مؤكدا جاهزية جهاز المخابرات العامة بتقديم كل ما يمكن لتأمين إنسان ولاية سنعر. عملنا في هذه الولاية إن شاء الله هي ولاية محطاء، وتحتاج في هذه الفترة حيث تقف الولاية الآن سدا منيعا أمام تقدم ميليشيات الدعم السريع، وتحتاج الولاية لعمل إنساني كبير وعمل اقتصادي كبير وعمل مع المجتمع. كل هذه المناشط وكل هذه مناحي العمل يمكن جلسنا فيها مع السيد الوالي وتفكرنا كعمل تنسيق وعمل تحوطات وعمل دعم ومساندة من خلال وجودنا في اللجنة الأمنية ومن خلال العمل المشترك مع القوات المسلحة وقوات الشرطة. أيضا يمكن اتفقنا على كثير من تفاصيل الأداء والعمل بالولاية وما تحتاجه منا الولاية في هذه الفترة. استقبلنا الأخ العميد عمر الطيب مدير جهاز المخابرات والأمن الجديد لولاية سنار، وإحنا سعيدين جدا إنه يكون معانا في هذه الفترة التي تتعرض فيها ولاية سنار لكثير من هجمات العدو في الطرف الشمالي المنتخب لولاية الجزيرة. وسيظل جهاز الأمن والمخابرات هو الفصيل المغاتل الأول، لأن الآن العدو يستهدف حتى المواطنين، فإذا كان المواطنين هم الآن يحملون السلاح في الخطوط الأمامية فمن باب أولى أن يكون هذا الجهاز الذي به هذه الإمكانيات وبه الكوادر
من الضباط وصفة الضباط والجنود كلهم أن يصطفوا لحماية هذه الولاية. نحن حقيقة الشعار الذي طرحناه في ولاية سنار في ظروف هذه الحرب كل إمكانيات سنار تحت تصرف أجهزتنا الأمنية. انطلقت بمحليتي كوستي وغولي بولاية النيل الأبيض النفرة الكبرى لدعم وإسناد القوات المسلحة. وأشاد أبو عبيدة عجبين المدير التنفيذي لمحلية كوستي أشاد بالمشاركة الواسعة من قبل المقاومة الشعبية المسلحة بمحليتي غولي وكوستي، وقال إن هذه النفرة تأتي امتدادا لسلسلة الدعم المتواصل من كافة مكونات مجتمع الولاية وتأكيد وقفتهم الصلبة مع القوات المسلحة في معركة العزة والكرامة ضد ميليشيا الدجلو الإرهابية. هذه النفرة اليوم حدث هام وعلامة فارغة، علامة فارغة في جهود لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية المسلحة. وكما تعلمون إخوتي الأفاضل إن الدولة أعلنت الاستنفار والمقاومة الشعبية المسلحة وطلبت كل من يقدر على حمل السلاح أن يحمل السلاح، والآن الإعلان من الدولة إن شاء الله كافة المقاومة الشعبية بالولاية سوف توفر الأموال اللازمة لتسليح كل من يرغب في التسليح بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذه النفر إن شاء الله مخرجاتها سوف تكون لتسليح المقاومة الشعبية محلتي قولي وكوسي بإذن الله سبحانه وتعالى. نحن في الطريق ده حنمضي إن شاء الله محلية محلية، نتجه إلى كل محلياتنا كما استنفرناها من قبل لنظهر القوة ويظهر السلاح وتظهر قوة النيل الأبيض وأهل النيل الأبيض. نريد أيضا أن تظهر هذه القوة وتستمر وتمتد، وأيضا نريد أن ندفع من حر مالنا إن شاء الله، أن ندفع من حر مالنا. المال الآن إحنا بنستهدفه مال كثير، أن إحنا دايرينه من المحليتين ديل يا أخي الدكتور والأخ آدم بشير رئيس المقاومة الشعبية بالمحلية والأخ محمد البلة رئيس المقاومة الشعبية بيقولي وكوسي والأخ عصام، دايرين إحنا ربطنا يكون 250 مليار، والحكاية دي ما صعبة وبدينا فيها وحنواصل فيها إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى أن تتحقق. حيا والي الولاية الشمالية رئيس المجلس الأعلى للاستثمار عبد الدين عوض الله جهود المشاريع الاستثمارية الزراعية ودعمها المستمر للعملية الإنتاجية والمجهود الحربي وإنجاح الموسم الشتوي والإنتاجية العالية التي حققها. وأكد الوالي أن المشاريع الاستثمارية الزراعية تمكنت بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والتحديات الأمنية ومدخلات الإنتاج من تحقيق إنتاجية عالية في الموسم الزراعي الماضي. وأشار لدى لقائه بعدد من أصحاب المشاريع الاستثمارية الزراعية بالولاية إلى مواصلة جهود حكومته ووقفتها مع المشاريع الاستثمارية الزراعية لحل جميع مشاكلها ووضع رؤية مشتركة للنهوض بالإنتاج الزراعي والحيواني والصناعات التحويلية. وقال إن حكومة الولاية ترحب بفكرة قيام اتحاد المشاريع الاستثمارية الزراعية والذي يعمل على إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل وقضايا المشاريع الاستثمارية بالولاية. شاهدنا مستوى إنتاج عالي جدا جدا، ويمكن لما نقارن إنتاج المحور مع الزراعة التقليدية بنلقاه حقيقة كبير، لكن دي دايرة وقفة منها كحكومة ولاية معاكم ووقفة منكم معانا عشان نحن اخوانا ننهض بهذه المشاريع وننهض بالاستثمار. تابعنا بعض المشروعات الحمد لله رب العالمين يمكن اوفت تماما بمطلبات وزيادة مخرجات هذا العمل، فكان الحمد لله انه تم التصديق والموافقة على المحطة التحويلية بالشرق النيل، محطة السليم لتكون محطة تحويلية كاملة تتفصل عن محطة دنقلة بالغرب، ويكون الربط فقط ربط للتناول. في المناولة بدأ التيم الآن في إعداد الدراسة من قبل كهرباء ممثلة في السيد الوزير لشركة الكهرباء. نحن كوزارة الاستثمار شرعنا بتجهيز الموقع الجغرافي الذي سوف تقام فيه هذه المحطة. ترأس والي ولاية كسل المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الأزرق
ترأس الاجتماع الموسع الذي ضم وحدة ترويد نهر الجاش إلى جانب مدير عام وزارة الإنتاج بالولاية وعدد من الجهات ذات الصلة، وبحث الاجتماع السبل الكفيلة للاستفادة من الموارد المائية لنهر الجاش في موسم الفيضان باستغلال مخزون الحوض الجوفي، بما يمكن الجهات الهندسية من الاستفادة من المياه في فصل الصيف ومعالجة مشكلة مياه الشرب لمواطني مدينة كسلة في الضفتين الشرقية والغربية لنهر الجاش. اليوم إن شاء الله من الأشياء التي طرقت بخصوص هذه التغذية ونوقشت اللي هي قصة الأحواض الجوفية الموجودة يعني جنوب الكوبري، عندنا زي 10 أحواض. الحاجة المؤسفة هذه الأحواض يعني ما قاعد يحصل فيها تغذية بفعل بعض المزارعين في المشاريع البستانية، ولذلك يعني نتمنى إنه يعني هذا الاجتماع طلع بمخرجات طيبة في أنه يعني هتعمل آبار للتغذية سطحية وتغذية صناعية. المشروع يستهدف تغذية الخزانات الجوفية أو الحوض الجوفي لنهر الجاش، وفي جانبين أساسيات في المشروع اللي هي آبار الحق اللي هي بتحقن المياه، وبتنشأ بطريقة آلية حتى نكسب الوقت. المشروع محدد له إن شاء الله في 3 أسبوعين لـ3 أسابيع. وقف والي كسلة المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الأزرق على جهود العاملين في إدارتي المياه والكهرباء بالولاية للوقوف على سير العمل والجهود المبذولة لصيانة الأعطار الفنية في محطات المياه والكهرباء بالولاية. اطمئنانا على الجهود المبذولة من قبل المهندسين والعاملين في إدارة هيئة مياه الشرب ولاية كسلة، ووقوفا على أعمال الصيانة التي تجرى في محطة كهرباء كسلة لتقليل ساعات انقطاع الكهرباء، وقف والي كسلة المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الأزرق على الجهود المبذولة في هذين المرفقين الحيويين. الهدف من نشوه ده انه محطة هي قديمة ما كانت شغالة، محطة 66 كهرباء حلوة تماما، وفي طور انه يدخل ويشبك الشبكة الكهرباء مع الخط لحد الكهرباء لحد المحطة هنا يعني فيه كهرباء. فضل المرحلة الجاية مطلوب مفاتيح، مطلوب حاجات من المركز هتتوفر، وان شاء الله طوالي تخش علينا الكهرباء بتاعت المدينة ودي تحل مشكلة المدينة بنسبة 80 لـ 70% ان شاء الله تعالى. مدير محطة مياه الضفة الشرقية أشار إلى أن بعض الأعطال حالت دون استقرار إمداد المياه، وأن الجهود ما زالت متوالية لمعالجة المشاكل الفنية. هو اللي اتكسرت ماسورة وغرقت الموتورات، والآن تم تجفيف كل الموتورات وجار إن شاء الله أعمال الصيانة، واشتغلت أمس المساء والآن في بعض التكملة يعني الآن شغالين فيها وقرب إن شاء الله. وفي ذات الإطار وقف والي كسل المكلف على جهود المهندسين في قطاع الكهرباء والذين عزوا ضعف الإمداد الكهربائي لبعض الإشكالات الفنية. كان في قطاعات نتيجة لنقص الإمداد، كان في محطة من كوستي طلعت مكنة ونقصان المياه في سيتيت، والآن الحمد لله المحطة المكنة في كوستي تم إعادة إشراكها، والمدينة بتعاني من قطاعات في اختناقات مستوى التوزيع. الآن المحطة بتاعت 66 كيلو فولت هي كانت قبل وصول محطة 220 كيلو فولت في بدايات العام 2012، والآن تم تأهيلها لفك الاختناقات بتاعت التوزيع لفترة محددة لحين اكتمال برضه أن التوزيع. الزيارة الميدانية لإدارتي المياه والكهرباء والتي قام بها والي كسل المكلف بعثت الأمل والتفاؤل في نفوس المواطنين رغم المعاناة التي يشعرون بها في فصل الصيف من كل عام نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي وضعف الإمداد المائي، والأمل معقود على القطاع الهندسي في كلا المرفقين لتلافي هذه المشاكل الفنية مستقبلا. عمر خاطر، تلفزيون السودان، ولاية كسلة. عرض أحداث اليوم مستمر معكم من تلفزيون السودان. ناقش مجلس حكومة ولاية شمال كردفان برئاسة وليها المكلف عبد الخالق عبد اللطيف ودعت الله
ناقشوا تقارير أداء الربع الأول للوحدات الحكومية وتقارير أداء الأمانة العامة لحكومة الولاية ومحلية الرهد أبو دكنة. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة عبد المطلب عبد المتعال أن تقارير الأداء متسقة مع أهداف وسياسات وأولويات حكومة الولاية لتعزيز وحدة الأمن العام وتأمين معاش الناس واستدامة خدمات الصحة والمياه وإنقاذ الأهداف المحددة في الموازنة. وأشار الناطق الرسمي لتقارير أداء محلية الرهد أبو دكنة الذي تناول المشاكل والتحديات المتمثلة في الجوانب الأمنية في ظل التواجد المستمر لميليشيا الدجل الإرهابية بالمحلية وممارسة وانتهاكات الميليشيا وجرائمها وما تقوم به من تدمير ممنهج للخدمات والبنى التحتية. الولاية جهودها لإنفاذ الأهداف المحددة في الموازنة وخطة الولاية للعام 2024 والتي تهدف إلى تعزيز حفظ الأمن العام وتأمين معاش الناس واستدامة خدمات الصحة الوقائية والصحة العلاجية، أيضا استدامة المياه بالمدن والأرياف، وأيضا تأمين التدفقات المالية لتمويل أنشطة الخطة الاستثنائية الطارئة التي تمت إجازتها في مطلع العام. عدم توفر الأمن في محلية الرهد والتواجد المستمر لميليشيا الدعم السريع المتواجدة داخل المحلية، أيضا انتشار ظواهر القتل والسلب والنهب، أيضا تدمير البنيات التحتية، أيضا توقف المساعدات الإنسانية. التقى الدكتور محمد البدوي عبد الماجد أبو قرون ولي نهر النيل بوفد قيادات منطقة الباوغا ومجلس إدارة مشروع الباوغا، وبحث اللقاء تأهيل المشروع ومعالجة مشكلة الطاقة بإدخال الطاقة الشمسية مع إدخال محاصيل ذات عائد اقتصادي تسهم في زيادة الإنتاج والإنتاجية. ووجه والي الولاية الجهات المختصة الشروع في معالجة المشاكل التي تعترض سير عمل المشروع. مشروع الزراعي تاع الباوغا أيضا تناول من الأجندة مياه الشرب، ويمكن اتفق الجميع على تكوين لجنة من هذا توفير المياه، ويتم جلوس مع الشركة المنفذة بعد كده إذا ما قادرت تستمر يتم فسخ العقد ويتم عمل جدول زمني للتنفيذ. طبعا في معينات من بربر اللي هي الحفار حيكون من مشروع الباوغا ده للخط والجازولين إن شاء الله من محلية بربر. أنا أفتكر بأنه من هنا لحد يوم الاثنين الجاي إن شاء الله الناس تصل للشيء المطلوب. تم اجتماع بخصوص موضوعين هاما جدا في الباوغا اللي هي مياه الشرب في منطقة الباوغا عامة، ودي وصلنا فيها تفاهمات كبيرة جدا مع الجهات المختصة مع الأخ الوالي إنه حيكون في زيارة سريعة جدا لأخواننا في هيئة مياه الولاية خلال هذا الأسبوع لمنطقة الباوغا لتقييم الوضع الحاصل، ويصلوا لتفاهمات مع شركة المشرف إما تواصل في تكملة المشروع بأسرح فرصة. ونحن كمشروع الباوغا الزراعي التزمنا بالحفر والدفن بواسطة حفار المشروع، وإن شاء الله خلال فترة بسيطة جدا يكتمل المشروع. كل الصعوبات والإشكاليات السيد الوالي زلل بإذن الله، وبصدد إن شاء الله تركيب طاقة شمسية في مشروع الباوغا الزراعي لتخفيف عملية الري وانقطاع الكهرباء ولتنظيم الري واستمرارية المويه إن شاء الله. فبإذن الله في خلال الأيام الجاية دي نطمئن أخواننا المزارعين إن شاء الله المويه بتكون مستغرة بإذن الله، ومويه الشراب بإذن الله برضو العمل بدأ فيها في خلال 10 يوم 15 يوم الناس حتيجي تشوف عمال الشركة والشركة قدام واقع على أرض الواقع إن شاء الله. استقبل دكتور محجوب السر وزير المالية والقوى العاملة بولاية نهر النيل استقبل بعثة حجاج شمال دارفور المتجهة للأراضي المقدسة. وثمن الوزير لدى استقبال بعثة حجاج شمال دارفور إسهامات أهل دارفور في نشر الدعوة وكسوة الكعبة ودعمهم للجيش في معركة الكرامة ضد ميليشيا الدجل الإرهابية. من جهتها رحبت وزيرة الرعاية والشؤون الاجتماعية دكتور تهاني ميرغني بأفراد البعثة، مشيدة بجهود حكومة شمال دارفور في تسهيل الإجراءات لأداء فريضة الحج في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
رسالة في هذا الزمن بالذات إنه الدارفور فيها مسلمين لا توقفهم الحرب عن أعداء المناسك ولا يهابون الموت من أجل رضاء الله سبحانه وتعالى ولا يهابون الموت في سبيل أن يصلوا إلى بيت الله الحرام ويحجوا وتتساغت ذنوبهم بإذن الله سبحانه وتعالى. والرسالة الثانية أن شعب السودان لن ينكسر وأن الشعب السوداني لن يتم تهديده بإذن الله سبحانه وتعالى. وفي هذا رسالة لهذه الميليشيا المتمردة بأن أهل دارفور لا زالوا على العهد وأنهم هم أهل العهد الأول، هم كساة الكعبة. أنتم قادمون من الفاجر، نحن كلنا سودانيين ونحن كلنا إخوة، وها هي فضائل الحج وها هي شعائر الدين تجمعنا كلنا إخوة في الله سبحانه وتعالى. نحن من أجل الدين ومن أجل هذا الدين لابد أن نستمر، وكلنا في دارفور معروفين بأهل كسوة الكعبة، وهذا شرف عظيم بالنسبة لنا. لن يتوقف قوافلنا إذا كان للحج وإذا كان لغير ذلك، ولكن هذه الاحتفائية سعدنا به كثيرا، ونحن إن شاء الله حننقله إلى أهلكم في شمال دارفور إنه السودان وطن واحد على قلب رجل واحد. تفقد المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم المكلف عبد الله يوسف هارون برفقة مدير مراكز الإيواء بمحلية كرري محمد بشر أبو بكر وبعض الأسر الوافدة، بل تفقد بعض الأسر الوافدة من منطقة توتي إلى مراكز الإيواء بمحلية كرري. وأكد المدير التنفيذي دعمه لتلك الأسر. من جانبه أكد مدير مراكز الإيواء بمحلية كرري تسخير كافة الإمكانيات المتاحة للوقوف مع الوافدين من منطقة توتي إلى مراكز الإيواء بمحلية كرري. تعانيت معانا كبيرة جدا جدا، والحمد لله السلامة عليها، نقول لكم الحمد لله السلامة. ونحن إن شاء الله مع أخونا الوالي وأخونا مع وزير التنمية الاجتماعية وكل الوزراء والأعضاء الحكومة، حكومة ولاية الخرطوم، ونكون سند وعدد لكم إن شاء الله. وأبشروا أنتم موجودين معانا الآن، إن شاء الله ما يجيكم عوجة. ممنوع أنك تطلع، المخرج الوحيد زعتوت اللي هو الكبري، والكبري قافلينه، ممنوع تطلع إلا يكون من الدعامة. الناس اللي موجودين على البحر من السوتي اللي مرقوا لأنه الضرب كان شديد عليهم، كل البيوت اللي اتسرقت، أي بيت في توتي قابل البحر بالذات من الجهة الغربية لتوتي، من الجهة الغربية لتوتي اللي هي النيل الأبيض هناك، اللي هو قصاد المورد وقصاد السلاح الطبي، كل هذيل الناس البجادة كلهم مرقوا لأنه بيوتهم كلها اتسرقت. الأكل والشرب ده بصعوبة يمشي يجيبوه من شنو؟ من السوق المركزي، من السوق المركزي، من السوق المركزي عن طريق الدعامة العربية حقتهم توديك وتجيبه. عانينا معاناة شديدة في المعيشة هناك، وفي السرقات كانت كثيرة شديد، وكان في النهب والاغتصابات كانت اغتصب حالة في توتي، كانت في اغتصابات كثيرة، وطلعنا عشان احنا نطلع من توتي كان في الا بتصريح، التصريح اطفال وكبار بيشيلوا منه الرسوم عشان احنا يطلعونا من توتي، وغير حق العربية غير الدعامة ذاتهم، غير العمدة براوة العمدة حق توتي ده شال مننا مليار عشان احنا يطلعنا من توتي، يطلعنا وصلنا سوق ليبيا. نسونا ناس الكبري تاني قالوا يدون 50 دعي حق العبور، حق العبور صاي حق الشارق. لما احنا تكلمنا معاهم ومعانا احنا جدي كبير في السن وراكبين في جينا بدفار، الدفار حق العمدة، ولو انت عندك عربية ذاته العربية ونطلعوا عليك، الا الدفار حقه ذاته انه هو ذاته اللي يقطعك وصلك السوق ليبيا. وبجينا بطريق الجبل، طريق الجبل هناك تاني فيه تاني فيه هناك حق عبور بتدي لهم حق عبور الجبل بيشيلوا منك 100 عشان تجي تدخل يوم درمان. من الجيش هناك احنا الحمد لله وصلنا تاني ما لقانا حاجه وما فتشونا وما عملونا اي حاجه، لما يعرفون احنا جايين من هناك. في توتي في مدعوين ومدعوين كثيرين، مدعوين ذات من اولاد توتي. عقد باماره عموم قبائل درحمر بالنهود الاجتماع الزكوي التشاور الاول لتفعيل زكاه الانعام وتوفير بيئه العمل المثاليه بحضور الدكتور محمد الامين ادم أمين ديوان الزكاة بولاية غرب كردفان، وبمشاركة الأمير عبد القادر منعم منصور أمير عموم قبائل درحمر
وعدد من الشرات والشيوخ وأعيان قبائل دار حمر. بدعوة كريمة من الأمير عبد القادر منعم منصور أمير عموم قبائل دار حمر، التأم بدار الأمارة الاجتماع الزكوي التشاوري الأول حول تفعيل زكاة الأنعام لهذا العام وتوفير بيئة العمل المثالية للعاملين عليها بالتعاون مع الشرات والشيوخ والأعيان. وأكد الأمير عبد القادر منعم منصور دعم وإسناد عمليات الجباية والتحصيل بدار حمر عموما، سعيا لإحياء هذه الشعيرة ومعالجة كافة المشاكل التي يتعرض لها أمناء الزكاة. هذا الاجتماع الكبير الذي أقمناه تأييدا وسندا لزكاة الإنعام وسعيا حثيثا لأن نعالج المشاكل العالقة التي يتعرض إليها أمناء الزكاة. الدكتور محمد الأمين آدم مدير ديوان الزكاة بولاية غرب كردفان أثنى على هذه الدعوة وقال إن الديوان يسعى للجباية وتحصيل زكاة الأنعام بالتعاون مع الإدارة الأهلية. اليوم بحمد الله تعالى انعقد اللقاء الأول للشرات والشيوخ وأعيان قبيلة حمر، فهذا اللقاء إن شاء الله له ما بعده، وأهدافنا من هذا اللقاء أن نحصل إن شاء الله 1.1 تريليون جنيه من زكاة الأنعام لهذا العام. الأستاذ موسى علي إبراهيم المدير التنفيذي لمحلية نهود أكد أن لجنة أمن المحلية ستسعى جاهدة لتأمين كافة الأنشطة الزكوية بالنهود وحماية موظفي الزكاة حتى يطلعوا بدورهم في تثبيت أركان هذه الشعيرة. الحمد لله أمن الجميع على مساعدة ديوان الزكاة في محلية النهود، كذلك لجنة أمن النهود تؤكد أنها سوف تقوم بدورها وتساعد الديوان وتؤمن مكاتب الديوان. وأكد بعض الشرات بمحلية نهود استعداد الإدارة الأهلية للتعاون مع ديوان الزكاة في تحصيل زكاة الأنعام. نقول نحن في زكاة الأنعام بدينا اشتغلنا تماما زكاة الأنعام ونتعاون مع ديوان الزكاة في أنه هي الشعيرة دي تمتد لأنها فيها خدمة كبيرة جدا لأهلنا وللناس الفقراء والمحتاجين. احنا باسم الإدارة الأهلية نعلن تعاوننا التام في تنفيذ هذه الشعيرة والتي قال الله فيها والذين هم للزكاة فاعلون. الحاج أبو عغلة لتلفزيون السودان أنه. أكد أولي غرب كردفان بالإنابة آدم كرشوم نور الدين إسناد ودعم حكومة الولاية لكل المبادرات الهادفة التي يحتاجها المجتمع خاصة الوافدين، وأشاد لدى مخاطبته بمركز إيواء الوافدين بمدرسة الفولة الثانوية بنات ختان البركة الأول الذي نفذته مبادرة فرحة الطفل الشبابية بمدينة الفولة للأطفال المتضررين من الحرب. أشاد بفكرة وأهداف المبادرة داعيا الشباب لأهمية التواصل مع المنظمات الداعمة لتنفيذ المزيد من الأنشطة، وطمأن كرشوم الوافدين بأن حكومة الولاية تعمل جاهدة لتوفير احتياجات الغذاء والإيواء والدواء. نحن إن شاء الله في مبادرة أول طفل بصدد تنفيذ أول مشروع اللي هو ختان البركة الأول، والحمد لله نفذنا ختان البركة الأول بنسبة 50% من المشروع الأول بتاع ختان البركة، وإن شاء الله هتكون في برامج أخرى، وبرامجنا ما بتقتصر إن شاء الله على الصحة بل تتعدى إلى جوانب أخرى، التعليم والسلام والأثار النفسية للحرب والكدمات، وإن شاء الله نحن بنبذل الجهود لتطوير المجتمعات المحلية في ولاية غرب كردفان إن شاء الله من خلال المبادرات، وعندنا توصيات كثيرة إن شاء الله هنتطرق لها في مقبل المبادرات. أنا سعيد بالعمل الكبير اللي هم قدموه رغم الظروف الصعبة اللي هم يعني شغالين فيها وقلة الموارد عندهم، لكن أنا بفتكر الليلة يعني ده عمل كبير وعمل ملموس، يعني ختان ما لا يغل عن 20 طفل دي حاجة ما سهلة، وده ربنا يجعله ليكم في ميزان الحسنات. انتوا اتقدموا للمنظمات ديل وادوهم مشروعاتكم واقعدوا معاهم في نقاشات عشان هم لازم يساهموا معانا، ونحن برضو كحكومة نساهم معاكم في انه البرامج بتاعتكم دي كلها تتحقق، لانه اسعى اليوم ده انا بالنسبة لي ده يوم فريد. يعني
نفذت جامعة كرري يوما علاجيا مجانيا بمحلية الدامر القرية 6 المناصير بولاية نهر النيل، وذلك لتقديم خدمات طبية وعلاجية للوافدين من الخرطوم بسبب الحرب ضمن برامج ومشروعات الجامعة المصاحبة للامتحانات والتي انعقدت بمدينة عطبرة. وتم خلال اليوم تقديم خدمة علاجية متكاملة لتخفيف المعاناة عن كاهل الوافدين للمنطقة. جامعة كرري يد تحمل القلم ويد تحارب ويد تعالج. كل الكادر الطبي في كليات الطب المختلفة جامعة كرري هو الآن في موجود في هذا المكان في هذه العيادات المفتوحة منذ الصباح الباكر وحتى هذا اليوم تقدم خدمات العلاجية إن شاء الله لمواطني أهالي هذه المنطقة الوافدين. وهذا كله بتوجيه من السيد مدير جامعة كرري وبدعم سخي من السيد وكيل الجامعة ومعاونة كبيرة من مدراء الإدارات وعمداء الكليات. الإخوة في جمر مع الكليات الطبية يقيمون يوما علاجيا مجانيا للأهل والوافدين في القرية 6 قرى محلية الدامر في نهر النيل ليؤكدوا وقفة أبنائهم من أصلابهم من الطلاب والطالبات. تقدم الجامعة كواحد من الأدوار التي تلعبها الجامعة خدمة التدريس هي الامتحانات والتدريس وهكذا، خدمة المجتمع هو ما نقوم به الآن وما تقوم به الجامعة الآن من برنامج علاجي تقدمه الجامعة مجانا بواسطة طلابها وأساتذتها في مجال الكليات الطبية. جميع الكليات الطبية تشارك في هذا اليوم العلاجي وبمساعدة شركائنا الإخوة في سلاح المدفعية والإخوة في صندوق دعم الطلاب والتنظيم الكامل بواسطة عمادة شؤون الطلاب لهذا اليوم العلاجي. نهاية عرض أحداث اليوم لهذه الليلة، نعود ونذكر بأبرز ما جاء فيه من عناوين. نائب رئيس مجلس السيادة يتوجه إلى روسيا للمشاركة في فعاليات المنتدى الاقتصادي بسان بطرسبورغ. إيصال 20 طنا من الأدوية للفاشر بالتنسيق بين القوات المسلحة ووزارة الصحة عبر الإسقاط الجوي. وزير الداخلية يبحث تفعيل بروتوكولات التدريب ورفع القدرات مع السفير التركي. بهذا مشاهدينا تكامل واكتمل عرض أحداث اليوم لهذه الليلة. خالص تحياتي وفريق العمل، ونسأل الله أن ينعم على بلادنا بالأمن والسلام والاستقرار والنصر للقوات المسلحة. يبقى في أمان الله.